فارس لا ينكسر، مقاتل لا يلين، تكسرت نصال النظام السابق على صدره وهو صامد يقاوم. خاض المعركة حتى النهاية وأسقط نظام مبارك، وخاض معركة العودة إلى سباق الرئاسة حتى انتصر. هو زعيم حزب غد الثورة، المرشح الرئاسي المحتمل إن شاء الله من يوم 6 إبريل، الدكتور أيمن نور. أهلا أهلا أهلا، وألف ألف ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. يعني الخبر ده بالنسبة لي وأنا بقراه، أنا أنت عارف إن أنا بتكلم من قلبي، بس الخبر ده عزيز عليا جدا لسبب إني أنا كنت وأنا هنا قاعدة، وكان كل ما تيجي مناسبة أقول لهم والدكتور أيمن نور يا كفرة، والدكتور أيمن نور اللي عمل واستحمل واتظلم. يعني كنت بشوف ناس بتطلع براءة وناس بتاخد عفو، وقتلة بياخدوا عفو، وبعدين أيمن نور عمل. فالانتصار ده وفي اللحظة دي، وانا كنت حزينة جدا وعندي مرارة انك حرمت من ان انت تمارس حقك السياسي اللي دفعت عمرك وسنوات من عمرك وراء القضبان من اجل المبدأ ومن اجل الاصرار، وانت اول من وقفت امام مبارك ورشحت نفسك رئيسا امامه وتحملت توابع هذه الكارثة. النهاردة وانت مترشح للرئاسة ومعانا هو دعاء ومعانا الحملة الرئاسية وابتدينا ايه احساسك لحظة العفو؟ وانا قريت مقالك وانت بتقول انت ما كنتش متوقع، لا لم تطلبه، لم يطلب ولم تنتظر انه يمنح صحيح. بالشكل صحيح. ده وكتبت مقالة جميلة جدا، فحاسس بايه؟ اولا اسمحيلي قبل ما اقولك حاسس بايه، اقول لك ان انا ممتن جدا للدكتوره هاله اللي كانت صوت من الاصوات القليله جدا التي وقفت الى جواري في وقت كان الجميع بينظر لحاله ايمن نور باعتبارها حاله ميؤوس منها، والبعض كان بيسخر من الفكره، هو لسه مصر ولسه يعني ايه وجه الاصرار. كان دايما ليا نافذه في وسط هذا الظلام من خلالك ومن خلال برنامجك، فانا الحقيقه بشكرك جدا جدا جدا. لا لا شكرا على واجب، بس انت لو كملت انا هعيط، خلينا في الفرحه بقى. انا عايز اقول لك ان احساسي احساس شبه بالظبط اللي حسيته يوم 11/2/2011. حسيت ان ربنا بيبعت لنا رساله ان معجزات. عدله جاي، معجزات الله، مهما تاخر العدل مهما يعني حصل بالله. نوع من انواع الحناءات في الطريق يمهل ولا يهمل، نصل دائما للعدل. ياتي بطيئا، ياتي سريعا، ياتي متاخرا، ياتي متقدما، في النهايه عدل ربنا لازم يحصل. وكل حد بيبذل مجهود، ودي رساله انا مش بوجهها ليكي لان انت حد بيشتغل ويشتغل ويجتهد ويجتهد، رساله انا بوجهها لكل المصريين. احنا لازم نؤمن بقيمه العمل والتعب، ونبقى عارفين ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يديكش مجهودك فورا، لكن ثق تماما ان هذا المجهود سياتي اليك مره اخرى، ربما في لحظه اخرى انت لا تتوقع فيها هذه النتيجه. انا ما كنتش متوقع زي ما كنت كاتب في المقال، وما كنتش منتظر لاني لم اطلب شخصيا، لكني كنت واثق ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع جهدنا التراكمي في النضال من اجل حقوق هذا البلد، وجزء منها تحرير إرادة وتصحيح خطايا وتشوهات عديدة جدا تعرض لها ناس كتير جدا في مصر. أنا بعتقد أن هذه الحالة انتصار جديد للثورة، انتصار جديد لمبادئ الثورة، ليست حالة شاذة كما يتصور البعض. عقب كل ثورة من الثورات بيحدث شيء من التطهير والتصحيح للمسار. عايز اقول لك يا دكتوره هاله، قبل ما اخلص الجزء ده والجزء الخاص بدورك ودور الشرفاء، اللي منهم الفنان محمد صبحي اللي تبنى قضيتي، اللي منهم ابراهيم، اسامي كثيره جدا مش عايز اذكر عشان ممكن
يحدث خطأ مطبعي كما حدث في مقالي عندما سقطت فكرة كاملة. لا معلش يعني خلينا بس خليني أقول لك كان زمان إيميل زولا تبنى قضية ضابط فرنسي مظلوم اسمه دريفوس. والقصة دي قصة شهيرة جدا وما كانش حد فاهم إيه علاقة إيميل زولا بدريفوس ولماذا إيميل زولا الكاتب الكاتب العظيم يعني إزاي هو الرجل تقريبا تفرغ لهذه القضية واعتبرها قضية حياته وإلى أن حكم ببراءة دريفوس بعد ما كانت حكم عليه حكم نهائي وأخرجه من سجنه. أحيانا وأنا في سجني وأنا بقول في سجني بقول سجني أيام ما كنت داخل قضبان السجن وأيام ما كنت خارج قضبان السجن الصغير في السجن الكبير اللي أنا خرجت منه من ساعات قليلة جدا. في سجني ده وفي سجني ده كنت أحيانا أبص كده وأقول يا ربي امتى الاقي ايميل زولا مصري يتبنى موقفي. احيان كتيره جدا يا دكتوره ما بقاش قادر اتكلم عن ازمتي ما كانش حد فاهم يعني ايه. كان في اكتر من ايميل زولا يعني كنا مجموعه كبيره. انا عايز اقول لك حضرتك يعني وكل انت بالنسبه لي ومحمد صبحي وعمرو الليسي وابراهيم عيسى وعدد من زملائنا الحقيقه كانوا فعلا ايميل زولا بالنسبه لي. النواب اللي عمل 150 نائب مضوا وقدموا ست مرشحين في انتخابات ست مرشحين في الرئاسه. طيب ما هو بس عايز اقول لك يا دكتوره لا كان الحقيقه في على الجانب الاخر بعض الزملاء من ابناء هذه القبيله اللي احنا بننتمي اليها كانوا بيتلذذوا بالعكس وكانوا بيتلذذوا بالتعامل مع الامر بسخريه. وانا الحقيقه يعني جوايا صفاء شديد جدا تجاه الكل وانا متسامح مع الكل. لكن انا احيانا بسال نفسي ازاي الزميله دي وازاي الزميل ده تحديدا مش هقول هما مين ازاي كانوا بيقدروا يبصوا في وش نفسهم في المرايه ازاي كانوا بيمعنوا في ظلمي في كل يوم واحيانا في كل حلقه الى حد ان كان بعضهم بيصل من التطرف الى حظر اذاعه اسمي يعني يبقى عنده مثلا محاضره للاجتماع في على الاقل مثلا جريده وقناه كانوا واخدين هذا الموقف وكنت دايما بسال ليه هذا الموقف. في الاخر خالص الحمد لله سبحانه وتعالى جاء هذا القرار في توقيت ربما متاخر جدا لكن في النهايه جاء ليرد لي مش بس اعتباري الادبي ولا اعتباري السياسي للي ما كانش يعرف انا كنت ممنوع من حقي في العمل كنت ممنوع من حقي في التدريس في الجامعه كنت ممنوع من حقي في مهنتي ومهنه ابويا وجدي وهي المحاماه كنت ممنوع من دخلي كان بيعدي شهور ممنوع انك تعيش يعني عايز اقول لك ان انا ممنوع ابيع ممتلكاتي التي املكها اللي انا ورثها عن امي وابويا وعن جدي وجدتي ليه؟ ليس لي حق التصرف. تيجي مثلا تروحي تبيعي فيقول لك طب بس حضرتك هات لنا جواب من النائب العام ان حضرتك يعني خرجت من السجن. الله طب انا خرجت من السجن فيقول لك تروح نائب عام لك لا خليها في الداخليه الموضوع ده بلاش عندي. عشت سنين حتى تاشيره السفر في بعض السفارات زي السفاره البريطانيه مثلا كانت يرفضوا التاشيره يقول لك لان في حكم صادر وجاي لنا تعليمات من السلطات المصريه بعدم السماح بالسفر. يعني حضرتك عشت تواجه رفض بعض الاخر في حياتك اليوميه منع السفر منع من العمل منع من التدريس منع من المحاماه منع من الكتابه منع من الدخل. في سنين انا بقالي 7 سنين في الحريه يا دكتوره بين السجن وبين ما بعد السجن او السجن الصغير والسجن الكبير. ايوه 7 سنين يعني انا اعيش فيهم على بيع ما تبقى من ممتلكات امي وابي سرا لاسرتي او الناس من عائلتي بربع الثمن احيانا لان دون اوراق رسميه لاني ما اقدرش اعمل ورق لاني اما اروح اعمل جواز سفر او لاني مش قادر ابقى عضو في النادي اللي انا طول عمري عضو فيه مثلا في نادي جزيره او في غيره لان القرار الذي طبق عليه والذي لم يطبق مش قادر تخش تدرس للطلبه بتوعك مش قادر ما اقدرش سواني انا رحت عملت محاضره واحده في احد الجامعات والحقيقه يعني كان في جامعتين جامعه رحت عملت محاضره واحده وتاني يوم كتب رئيس تحرير الجمهوريه السابق استغفر الله العظيم كان اسمه ايه محمد علي ابراهيم استغفر الله العظيم كتب مقاله
يتحدث فيها ازاي تسمحوا لهذا الرجل بدخول الجامعه. يا سلام. تاني محاضره في نفس الاسبوع ما دخلش. اه الالطف من ده حضرتك جات لي جامعه خاصه طلبت مني ان اوقع عقد معاها للتدريس لسنه دراسيه. عقد مؤقت. هذا العقد كان عقد لطيف جدا لانه اشترط الا ادرس كتاب من تاليفي، انا ادرس اختار كتاب لواحد تاني ادرسه عشان مش مفروض يبقى ليا كتاب. وقبلت هذا. وجه وقت بدايه تستحمل ده كله ازاي؟ بدايه السنه بقى حضرتك عارفه ايه اللي حصل؟ اه جالي جواب لسه محتفظ بيها هبعتهولك على الايميل. ايوه عشان مش عايز اذكر اسم الجامعه عشان ما نجرحهاش. بنشكر سيادتك باسم مجلس امناء الجامعه على الخدمات الجليله التي قدمتها للجامعه، انا ما درستش ولا يوم. فكلمت مديره العقود سالتها قلت لها حضرتك انا ما درستش بتشكروني على ايه؟ فقيل لي بالنص كده يا دكتوره انت خدمت الجامعه خدمات جليله اهم من التدريس. فقلت لها ايه هي بقى حضرتك؟ قالت لي حضرتك اول ما وصل خبر الجهات المسؤوله انت هتدرس عندنا في الجامعه كان عندنا مشكله في قطعه الارض اللي ورانا ما كانوش عايزين يدوهالنا. كان عندنا مشكله والله يحرك. كان عندنا مشكله في كليه طب اسنان ما كانوش عايزين اعترفوا بيها. كان عندنا كل مشاكلنا اتحلت فاحنا بعتنا نشكرك بس للاسف مش هينفع تدرس. الى هذا المستوى الى التعقب. جالي مره يا دكتوره قناه وهقول بالاسم ان هو راجل بيحكيها دلوقتي قناة شبابيك وانا ما كنتش اعرفها قوي واظن كان ابراهيم عيسى رشحني عشان يعني يبقى عندي فرصه عمل. فالراجل جه وطلب مني ان انا امضي معاه عقد ان انا اعمل اربع حلقات ومش عارف الحلقه ب 10,000 جنيه وكان بالنسبه لي ده رقم في هذا الوقت يعني يحيي الكثير من الامل في الحياه نصف الكريمه يعني. والراجل قعد معايا حضرتك جاله تليفون اقسم بالله وهذا يعني يشهد به صاحب القناه نفسه. جالي تليفون لقيته بيرد بيقول له يا فندم لا يا فندم ده برنامج متسجل لا يا فندم مفيش حاجه على الهواء لا يا فندم طب انا نص ساعه يا فندم اكون عندك لا خلاص خمس دقايق اكون عندك. ساب موبايله والعقد وميداليه مفاتيحه ونزل ما رجعش تاني. وبالمناسبه القناه ما ظهرتش مره تانية واختفت القناه لفتره ما اعرفش رجع دلوقتي بعد الثوره ولا لا. فكان في حاله لذد وكان المدهش ان لا يستمر يا دكتوره كان في ثأر ثأر لا ينتهي. ثأر قبل الثورة مفهوم. انت في عز استبداد المخلوع جيت قلت وقفت قصاده وخدت اصوات واحنا يعني عايزين نذكر الناس بالقصة انك ان حتى يعني زوروا حتى في الاصوات في الترشيح حين ترشحت قال لك في اول يوم الرمز يعني الدكتور ايمن نزل وقف لهم من النجمة على الباب عشان يبقى اول واحد يخش يرشح ودخل ورشح وكل حاجة وبعدين بعد كده بس لقى مبارك اسمه برضه نمره واحد ده في الترشيح وفي الفوز طبعا اتزورت على الرغم انك ما كنتش كسبان لكن برضه نقصوا من اصوات يعني الراجل قال لي بعد كل اللي عملناه انت جايب 24% وده اثار السيده الاولى يعني او الهنم وفقا لتعبيره يعني وقال لي احنا مش عارفين نبلغه قال لك احنا مش عارفين نبلغه تبلغ مين؟ قلت له تبلغ يعني اللي نجح مش عارف تبلغه ان هو نجح وبلغني ما فيش 99% في واحد جاله زي الشوكه في الرقبه لا وتصوري حضرتك ان النتيجه تتغير بعد ثلث ساعه عيني عينك تروح تقول له نتيجه اسكندريه 64% كانها له مختومه فيبص فيها كده يقول لي عليا الطلاق بالثلاثه ما هي تاخد اكتر من 50% في اسكندريه لان اسكندريه دي العاصمه الثانيه كان احنا بنفاصل وبالمناسبة وما اخدتش الرقم ده حتى ال 50% ما جاتش في اسكندريه اللي هي كانت عطائها غزير بالنسبه لي الحقيقه في الاسوان. عايز اقول لك يا دكتوره ما كانتش انتخابات قوي. طبعا يعني خلينا بس انت تصديت يعني انا ما اعرفش كان ايه اللي حصل لك في دماغك في وسط ده كله يعني برضو لازم اسالك كان ايه اللي حصل لك نمت كده وقلت انا هرشح نفسي قصاد حسني مبارك وما انت عارف البلد واللي فيها والجبروت والطغيان اللي احنا كنا عايشين تحت. عايز اقول لك على واقعه ليها علاقه بالقرار اللي صدر الاخير ده وليها علاقه بالجبروت. مره جالي مسؤول كبير في امن الدوله زارني في سجني وقال لي يعني انا الاوان ان تخرج قلت له طب ما اخرج ايه المشكله؟ قال لي اكتب جواب للرئيس يعني قول له انا برجوك ولا يعني التمس واطلب وقال لي خليني نايم شويه الجواب. قلت له هخرج يعني؟ قال لي فقلت له طب انا معيش ورقه. فقال هات ورقه بسرعه طبعا كان كل السجن يعني واقف المامور ومش عارف ايه.
هاتوا قلم. اخذت ورقه وقلم وقعدت في جنب كده حضرتك وكتبت اربع كلمات. وقمت مطبق الورقه ومديها له قلت له سلمي عليه. اخذ الورقه وانا خارج على الباب لقيته بيصرخ. انا كتبت اربع كلمات فقط. قل هو الله احد. ما انتش ربنا. ما انتش ربنا عشان تحكم حياة الناس بالطريقه دي. ونعم بالله. وهم اعتبروا دي اهانه. قلت له دي آية مش آية. ده آية، ده أنت كاتب له آية قرآنية. قل هو الله أحد. أحد. والله لو كان قالها ولو كان فهمها يجوز ما كانش وصل المصير ده للأسف. اللي أنا حزين عليه يعني صدقيني يا دكتورة أنا ما كنتش أتمنى ولا أتمنى لأي إنسان أن يصل إلى هذا المصير.